معي عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. أهلا ومرحبا بك. بداية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت بيان كشفت فيه عن استهجانها لاستمرار الإعلام القطري في مغالطة الحقائق وعدم تحري الدقة وتقويل مسؤولي المفوضية في سلسلة تقارير إعلامية ما لم يقولوه، وصفت ذلك بأنها مغالطات فاضحة وتدل على عدم التزام بالمبادئ والأخلاق والمعايير الإعلامية. ما الذي تقرأه أنت من انتقاد المنظمة الدولية لاستمرار الإعلام القطري بالفبركة وتقويل المسؤولين الأمميين ما لم يقولوه؟ بداية مرحبا بك ومستمعينك ومشاهدينك الكرام. حقيقة نحن باقي تقريبا 24 ساعة أو أقل على إصدار الستار على الفرصة التي أعطيت، وهي ربما المحاولة الأخيرة في المحاولات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الشقيق قطر. مثل ما تفضلت أخي العزيز، ما أشارت إليه المفوضية السامية ليس بجديد، ولكن هو يعمل على تأكيد دولي. الآن التأكيد الذي يأتي من المفوضية السامية هو تأكيد دولي يضم بصوته إلى صوت دول المنطقة في كشف كثير من المغالطات والأكاذيب التي تعمل عليها المؤسسات الإعلامية في قطر وعلى رأسها الجزيرة. أخي العزيز، نحن نقف عند تصريحات هذه المفوضية ونرى أن هناك مغالطة كبيرة بحق الشعوب والدول في مجال حقوق الإنسان من قبل هذه الجهات الإعلامية التي ترعاها حكومة قطر. أعتقد تعليق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه المناسبة وفي هذا الوقت يعزز من الموقف الدولي تجاه الأزمة القطرية. كما نعلم أن هناك تداخلات وانشقاقات من قبل الجماعات الإرهابية التي كانت تعمل على تمويلها وتعزيزها من أموال قطرية. عندما بدأنا بالمقاطعة وليس الحصار كخطوة بدائية أولية من قبل دول المنطقة برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة ومصر، نرى هناك تجفيف كبير لمنابع الإرهاب في المنطقة. طيب، هناك تقدم. طيب، أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله عذرني على المقاطعة، لكن لنبقى في مجال انتقاد المنظمة الدولية للأسلوب الذي انتهجه الإعلام القطري. إلى أي مدى برأيك يحيل هذا الانتقاد إلى الذاكرة ربما ممارسات أخرى قام بها الإعلام القطري سابقا لكن لم يتم التعليق عليها، وأنه يعتمد بالفعل على مثل هذه الفبركات والتدليس على مسؤولين سواء في الأمم المتحدة أو في غيرها، علاوة على اختلاق أحداث وبثها على أنها حقائق؟ بالفعل هذه ما كنا نشاهده في السنوات الماضية والفترة الماضية من خلال فبركة الأحداث السياسية وأيضا الحزبية التي تعمل على خدمة أجندة قطر باعتبارها هي هدف رئيسي تعمل عليه من خلال تطبيق أجندات لجماعات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وحيث أن ترى لها نفوذا كبيرا في المنطقة، وقطر تعوض حجم صغرها ووجودها الإقليمي في المنطقة بمساعدات خارجية مثل جماعة الإخوان المسلمين باحتوائها بعض القيادات الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين ورأسهم يوسف القرضاوي. أعتقد ما تفعله قطر في ما كان يسمى بالربيع العربي وتزوير الحقائق، هذا ما تشير إليه مؤسسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوضية السامية في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس. أيضا هناك قراءات سياسية في علاقات قطر بالجماعات الإرهابية كالإخوان المسلمين، حيث أن لا يخفى على أحد أن الإخوان المسلمين كانوا في مصر أو في فلسطين أو في دول عربية أخرى تلقت أموال هائلة جدا من قبل الحكومة القطرية لزرع الفوضى. نعم. شكرا جزيلا لك من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع.